الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير حلم ورؤية دعاء الاستخارة في المنام للإمام العلامة محمد ابن سيرين طيب الله ثراه. ما تنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. تفسير رؤية دعاء الاستخارة في المنام للإمام العلامة محمد ابن سيرين طيب الله ثراه. رؤية صلاة الاستخارة في المنام يدل على بلوغ المراد. رؤية الدعاء ببكاء وصريخ يدل على كثرة الهموم والمشاكل في حياة الرائي. رؤية دعاء المسافر يدل على تحقيق أمنيته في الحياة وعلى عودته إلى وطنه. إذا رأى الرجل أنه يدعو بدعاء الاستخارة في المنام يدل على كشف الهم والكرب واستجابة دعائه. إذا رأى الرجل أنه يدعو الله وهو واقفا تحت المطر يدل على تفريج الهم والنجاة من المخاطر وقضاء الديون، كما تدل الرؤية على صلاح حال وحال أبنائه والله أعلم. رؤية الصلاة في منام الفتاة يدل على الطهارة والعفاف، وكذلك على مكانه ومنزله عليا. إذا رأت فتاة أنها تصلي صلاة الاستخارة ودعت في الصلاة يدل على تقليدها مركزا مرموقا. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تدعو في صلاة الاستخارة يدل على استجابة دعائها، وإن كانت تتمنى إنجاب ولد حملت في ولد بإذن الله. رؤية الدعاء في المنام المتزوجة يدل على سعة الرزق وعلى كثرة الخير وعلى هداية الزوج وصلاح حاله. رؤية صلاة الاستخارة في المنام يدل على استجابة الدعاء في المولود، خاصة إذا كان الحلم في الشهور الأولى من الحمل، وكذلك يدل على تيسير الولادة وسهولتها. رؤية الدعاء في منام الحامل يدل على إنجاب ابن أو ابنة يتصف بالورع والتقوى. إذا رأت المرأة المطلقة أو الأرملة أنها تصلي صلاة الاستخارة وتدعو يدل ذلك على نجاتها من الهم والكرب ومن شياطين الإنس والجن، ونالت منها ونالت من منهاها. رؤية الدعاء في منام المطلقة أو الأرملة يدل على استجابة دعائها ونجاتها من الهم والكرب. رؤية صلاة الاستخارة في المنام تدل على نيل المقصود والمراد وتحقيق الأحلام والأمنيات. رؤية الدعاء في الصلاة في المنام يدل على حفظ الرائي ونجاته من هموم الدنيا ومن الأحزان وسماع خبرا سعيد. رؤية صلاة الاستخارة في المنام يدل على التقوى والإيمان وعلى نيل المراد للرائي. رؤية الاحتلام في المنام يدل على القلق والتوتر الذي يصيب الرائي، وقد يدل على انشغاله بالعلاقات الجنسية. إذا رأت الفتاة أنها تدعو بالزواج من شخص معين يدل على استجابة دعائها ونجاتها من الهم والكرب. رؤية الدعاء في المنام للعزباء يدل على النجاح والتفوق في حياتها واستجابة الدعاء. ما تنسوناش يا اخوانا بلايك وشير، وجزاكم الله خيرا، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وقبل النوم، وأيضا سورة الملك قراءتها كل يوم ليلا قبل النوم حتى ينجينا الله وإياكم من عذابه في القبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.